Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم إلى درس جديد في Level 8 في المستوى الثامن، وما زلنا نكمل كيف تتحدث جمل طويلة، how to speak long sentences، جمل طويلة. وكما تحدثنا أنك تحتاج أن تراجع الأزمنة ثمانية الأزمنة، وكذلك تراجع كيف تربط الجمل وتتقنها واشتقاق الكلمات حتى تستطيع أن تشاهد أو تواصل معنا Level 8. والذي يقول أنا لا أعرف يعني المستوى الثامن أين هي الدروس، المستوى الأول من الثاني الثالث، يمكنك الدخول إلى قناتي سواء الأولى أو الثانية، وتستطيع أن تضغط على قوائم التشغيل. من خلال قوائم التشغيل ستظهر لك يعني مجموعة دروس مجمعة، دروس المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. تستطيع أن تبدأ من المستوى الذي يتناسب معك، وكيف تعرف المستوى الذي يتناسب معك؟ عن طريق أنك تدخل بالفيديو المستوى الأول، تشاهد مثلا الحروف تعرفها، انتقل الدرس الذي يليه ولي يليه، ثم ستجد نفسك أنك بدأت تلاحظ أن هناك دروس مناسبة لك، ابدأ من هذه الدروس وواصل عليها. الآن سيكون لدينا فقط فيديو اليوم أو درس اليوم، هو عن يعني تدريب كيف تتحدث عن موضوع طويل دون توقف وتحترف ربط الجمل والأزمنة. حاول أن ترجم هذا الكلام: أحب أن أسافر كثيرا لأنني أرى أشياء وناس جديدة، لكنني أحتاج للكثير من المال لأن السفر يكلفني الكثير من المال، لذلك أقوم بتوفير المال حتى أستطيع أن أسافر إلى أي دولة، لكن المشكلة هي أنني أحتاج لشخص ما يسافر معي، لكن أصدقائي مشغولين ولا يستطيعون السفر معي. هذا الكلام لا يقوله شخص باللغة الإنجليزية إلا شخص حقيقة محترف لغة إنجليزية أو وصل إلى مرحلة متقدمة. وكل ما عليك فعله all you have to do إنك أنت stop the video، توقف الفيديو، and you try to do your best، حاول أن تعمل كل ما بوسعك، وحاول أن تترجم ورقة وقلم أو شفويا orally or writing، كتابة أو شفويا، وحاول أنك أنت تكتشف لماذا أنت عندما قلت هذه الجملة قلتها بشكل خاطئ مقارنة بما سأقوله الآن، لأنه الآن أنت يعني تستفيد من الفيديو. أقصى استفادة من هذا الفيديو عندما أنت تحاول وأنا أصحح لك أخطائك، لكن عندما تستمع لي فقط ستكون الفائدة أقل. Let's get started، خلونا نبدأ مباشرة. أحب أن أسافر كثيرا، هذه الجملة الأولى مربوطة بجملة لأنني أرى أشياء وناس جديدة، هذه اتركها، بس نحن نبدأ بالجملة الأولى. I like to travel a lot. I like to travel a lot. الذي قال I like travel خطأ، لأنه لا يوجد فعلين في اللغة الإنجليزية يأتيان مع بعض، فلا بد أن تضيف للفعل يعني بعد الفعل الأول حرف الجر to، فتصبح ترجمتها I like to travel، أنا أحب أن أسافر a lot كثيرا. لأنني أرى أشياء وناس جديدة، هذه جملة مربوطة بجملة بعدها وهي لكنني أحتاج للكثير من المال، اترك الجملة التي بعدها وخلينا في الجملة الأولى. لأنني قبل أن تقول because ضع فاصلة كوما، لأنه معروف أنه قبل أدوات الربط but because وso هذه تأتي دائما قبلها كوما في الجمل. Because لأن، because I لأنني، because لأن، because I لأنني، because I see لأنني أرى، هنا أشياء وناس وصفها بأنها جديدة، فستضع الصفة قبل الأشياء وقبل الناس. Because I see new، ثم ضع الأشياء، ما هي؟ New people and things، أو new things and people، مش هتفرق. New people and things، أشياء جديدة وناس جديدة. لكنني أحتاج للكثير من المال، فاصلة but، but لكن، but I لكنني، but I need لكنني أحتاج، I need a lot of money، أحتاج للكثير من المال. تم ربط هذه الجملة بكلمة لأن، سنضع فاصلة because لأن السفر، السفر traveling، traveling لأن because traveling يكلفني الكثير من المال، costs لا تنسى الاس، costs me a lot of money، لأن السفر يكلفني الكثير من المال. والذي يقول لماذا وضعنا الاس؟ cost يكلف، فعل cost يكلف.
وضعنا له اس يا سيدي لأنه هذه مضارع بسيط. يعني عندما تقول ذلك كلفني، يعني أنت ذهبت إلى رحلة طول ذلك كلفني، ستقول that costed me، يعني that cost me، عفوا that cost me، ذلك كلف. لكن ذلك يكلفني يعني بشكل مضارع بسيط that costs، that costs، لأنه مضارع بسيط. يعني فلو وضعنا أن التكلفة هي it، فالit بعد الهي والشي والit الفعل ضف له s. Because traveling costs me a lot of money، لذلك أقوم بتوفير المال. لذلك هنا هي كلمة so تضع قبلها فاصلة. So I، لا تقول، لا تترجم كلمة أقوم، أنت لن تقوم، أنت في وأنت في مكانك بتوفر المال. I save money، أقوم بتوفير المال. So I save money، يعني أوفر المال حتى أستطيع أن أسافر إلى أي دولة. كيف تقول حتى؟ To be able، حتى أستطيع. هذه طريقة. أنا I save money to be able، حتى أستطيع to travel to any country. أو تستطيع أن تقول so that، أو لذلك I save money so that I can travel. يعني عندك طريقتين، so that I can travel to any country. لكن المشكلة هي هنا أداة ربط جديدة، لكن المشكلة، سنضع فاصلة. but the problem is that، هي المشكلة أنني، that I، هنا ركز أنه that، أن that I، أنني، I think that، أعتقد أن، I think that I، أعتقد أنني، I think that he، أعتقد أنه، I think that she، أعتقد أنها. so ولكن but the problem is that، هي أنه I need، that I need someone، شخص ما، I need someone to travel with me، ليسافر أو لكي يسافر معي. لكن أصدقائي، لكن but ستضع قبلها علامة الكوم الفاصلة. but my friends are busy، لكن أصدقائي مشغولين، and they can't، أو and can't travel with me، يعني لا تحتاج أن تعيد my friends، يعني are busy and they can't، ممكن تقول and can't يعني بدون they، لأنه لا يفضل التكرار and can't travel with me. الحقيقة أنه التدريب رائع جدا. تخيل أنه شخص، تسمع شخص يقول باللغة الإنجليزية I like to travel a lot because I see new things and people but I need a lot of money because traveling costs me a lot of money so I save money to be able to travel to any country but the problem is that I need someone to travel with me but my friends are busy and can't travel with me. تخيل هذا الكلام، أنت تصل إلى هذه المرحلة، أنا أدربك للوصول إلى هذه المرحلة، ويعني أكاد أجزم لك إنه أي شخص يسمعك تقول هذا الكلام باللغة الإنجليزية مباشرة يعني سيحترم لغتك، وأنت يعني تستطيع أن تفرض لغتك عليهم ويحترموا أنهم عندك لغة إنجليزية متقدمة advanced level. الآن خذ بالك نحن في المستوى الثامن، أي أنه مستوى متقدم. كل ما تحتاجه كما أخبرتك as I told you before you need to practice more and more، نحتاج أن نتدرب 10-15 تدريب مثل هذا التدريب، بس اصبر معي وحاول أن تخطئ، أو مش تحاول تخطئ، حاول أنك أنت تستفيد من أخطائك عندما نترجم مثل هذه المواضيع، ثم حاول أن تستفيد من الأخطاء ولا تكرر مرة أخرى. بعد 10-15 تمرين ستجد نفسك أنك انتقلت إلى مرحلة قوية جدا ومتقدمة. شكرا جزيلا لكم، thank you very much. لا تنسوا الاشتراك وشارك الفيديو مع غيرك، ورابط القناة الجديدة في الوصف. القناة الجديدة قمت بدمج دروس المستويات، المستوى الأول الثاني الثالث، بدل 39 درس ستجد في 7-8 دروس أو 9 دروس بالكثير، وتستطيع أن تختصر نفسك البحث والتعب. الموضوع ليس صعب، الموضوع يحتاج منك همة، intention، نية، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، مع سلامة الله. Everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد اليوم، ودرس اليوم حقيقة يهم جميع طلاب اللغة الإنجليزية للمرحلة المبتدئة والمرحلة المتوسطة. واليوم هنتكلم
كيف ممكن تتحدث اللغة الإنجليزية بسرعة. ركز معايا وأنا هتكلم كلام سريع باللغة الإنجليزية اليوم دون أن أتحدث أي كلمة عربية، ثم سنحلل هذا الكلام مع بعض، فركز معايا. Today I'm gonna speak with you about something very important for many people who want to speak English language. Because there are a lot of students who face serious problems when they speak English language. So let me show you the best way how to speak English fast. اليوم أنا أعطيتك هذا الكلام بسرعة وحاولت أوريك إنه هذا الكلام اللي أنا تحدثته كله هو عبارة عن جملة مربوطة بجملة بجملة. وجميعكم حقيقة يحلمون أو هدفهم الأساسي من دراسة اللغة الإنجليزية هو الوصول إلى هذه المرحلة، لأنه الجميع مل من حكاية إنه يكون جمل قصيرة. I am student, he is Abdullah, he likes English. هو عنده سيارة، هو عنده كذا. هذه الجمل حقيقة يمل منها الكثيرين، والجميع يسمعون بعض الناس عندما يتحدثون اللغة الإنجليزية ويربط جمل لفترات طويلة يستغرب ويتمنى أن يصل إلى هذه المرحلة. حقيقة العملية كلها عشان أساعدك، البعض طلبني كثير في التعليقات وهذا هو هدفكم، يعني كيف ممكن تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة وبسرعة؟ الإجابة باختصار إنك أنت محتاج، يعني السر وراء هذه العملية كلها إنك تكون جملة ثم تربطها بجملة ثم تربطها بجملة، فتجد نفسك دخلت في عملية من سلسلة من الجمل، لكن حذاري من الوقوع في الخطأ. العملية كالآتي: أنت تكون جملة من سابجكت فيرب أوبجكت. اللي يقول أنا مش عارف كيف أكون جملة، عندي مقاطع في قائمة التشغيل في قناتي، ادخل هناك عدة فيديوهات لعملية تكوين جملة. ثم تربط الجملة but because so when. واللي يقول أيضا أنا مش عارف، هذا أنا أنزل دروس عندي في السلسلة كيف تربط جمل مع بعض، ثم تربطها بجملة ثم بجملة ثم أدوات ربط ثم جملة. يعني أنت ستقوم بعملية ربط جملة بجملة 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 حتى تجد نفسك أتقنت عملية ربط الجمل. عندما تصل إلى هذه المرحلة هو هذا كل ما أنت تبحث عنه. طبعا أحدهم يقول يا أستاذ مراد، أنت الآن قبل قليل تحدثت جملة أو عبارات بشكل سريع جدا، يعني كيف وصلت لهذه المرحلة؟ أنا كنت أكون جمل ثم قمت بعملية بعد تكوين الجملة، تدربت على سابجكت فيرب أوبجكت، ثم قمت بعملية ربط الجملة بجملة أخرى وتمرست على هذا الموضوع اللي هو ربط جملة بجملة بشكل كثير جدا، ثم تعودت أن أربط جملة بجملة بجملة ثم بجملة أخرى، وهكذا حتى أصبح الوضع بالنسبة لي متمرس. ولكثير من الناس اللي أنت بتشوفهم واللي أنت مستغرب كيف يتحدثون اللغة الإنجليزية بهذا يعني الشكل وبسرعة وطلاقة، العملية بسيطة. لن تجد هذا الدرس على اليوتيوب، باختصار أنا أكلمك، لن تجد مثل هذا الدرس. يعني لماذا؟ لأن أنا مؤلفه، أكثر من 50% من فيديوهاتي والله على قناتي هي من تأليفي، لذلك أنا أعرف أنه لن تجد دروس مشابهة لدروسي في الغالب. يعني قد تجد بعض الدروس صح، لكن في الغالب ابحث في اليوتيوب كامل لن تجد درس بهذا الشكل. لذلك ركز على هذا الموضوع لأنه مهم جدا. أنا بعطيك من خبرة طويلة، فأنا أصلا يعني متخصص في أن أدرس الطلاب المبتدئين والمتوسطين المتقدمين كيف يربطون الجمل وكيف يصلون إلى مرحلة التحدث بطلاقة في اللغة الإنجليزية. بهدوء مرة أخرى ونعيد الشرح ولكن بشكل هادئ. أنت عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، الجميع، إذا أردت أن تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة فعليك أن تتقن كيف تكون جملة، هذه المرحلة الأولى. ثم بعد ما تكون جملة عليك أن تعرف كيف تربط جملتك but because so when، لكن، لأن، لذلك، عندما، ثم تربطها بجملة أخرى، ثم تستخدم أدوات الربط. طبعا هناك أدوات ربط كثيرة في اللغة الإنجليزية، لكن أنا مش حاب أطول الدرس ونعقده، أنا جبت الأكثر يعني شيوعا استخدامه. وإذا أردت إن إحنا يعني نتعمق في الدرس أكثر ونمارسه أكثر، اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله نأخذ درس آخر عن الموضوع هذا. طيب، واحد يقول أستاذ مراد، أنت عندما أول تحدثت باللغة الإنجليزية
أنت ماذا قلت؟ أنا قلت اسمع كلامي، هجيب لك إياه الآن بشكل بطيء. Today I'm gonna speak with you. اليوم سوف أتحدث معكم about something very important. عن شيء جدا مهم for many people. لكثير من الناس. أي ناس who want to speak English language. الذين يريدون أن يتحدثون اللغة الإنجليزية fluently بطلاقة. Because لأنه there are هناك a lot of students الكثير من الطلاب who face الذين يواجهون serious problems مشاكل جادة وخطيرة when they speak English عندما هم يتحدثون اللغة الإنجليزية. So لذلك let me show you دعوني أوريكم أو أعرض لكم the best way عن أفضل طريقة how to speak English fast كيف تتحدث اللغة الإنجليزية بسرعة. يعني البعض قد يقول لي ممكن تكتبها، والله هي طويلة يعني الآن وأنا بكلمك تبان إنها إيه يعني كلام بسيط، لكن لو أكتبه هياخذ حجم كبير جدا. حد يقول معلش اكتب يا أستاذ مراد. طيب إحنا لو حاولنا نكتب today، أنا قلت today اليوم I am gonna. طبعا أنا اختصرتها، هي gonna اختصر لي going to، واللي أيضا يقول أنا مش عارف هذا كيف اختصرتها عندي في قائمة التشغيل دروس الاختصارات I will, I'll, going to, gonna، ادخل عليها كل أنا لم أبدأ بالدرس هذا إلا كل شيء أنا قد شرحته مسبقا. I'm gonna speak، أنا سوف أتحدث with you، معكم اليوم سوف أتحدث معكم about عن something شيء very important مهم جدا. عن شيء مهم جدا، القلم نشف. عن شيء مهم جدا، تمام؟ for many للكثير، for many people للكثير من الناس. أي ناس who want الذين يريدون to an الذين يريدون ماذا؟ who want to speak الذين يريدون أن يتحدثوا who want to speak English language والذين يريدون يتحدثون اللغة الإنجليزية fluently بطلاقة. Because بعدين ربطت أنا جملة أخرى وقلت because لأنه there are أيضا there are there is أنزلت لها مقطع كامل لأنه هناك there are a lot of الكثير من a lot of students الكثير من الطلاب أيوة who الذين face وجه وأيضا تستخدمها كفعل to يواجهون مو face serious مشاكل serious problems مشاكل خطيرة أو جدية أو فعلية when ربط أيضا الجملة بwhen عندما هم when they عندما هم when they speak يتحدثون الإنجليش language. So ثم ربط آخر شيء قلت so لذلك let me show you دعوني أو خلوني let me show you أعرض لكم show you أيوة the best way أفضل طريقة the best way أفضل طريقة how to speak English fast how to speak English mother language fast. طبعا هذا استجابة للي يقول معلش اكتب لي اللي انت قلته بسرعة. والله طلع كلام كثير يا استاذ مراد. ايه انا اخبرتك انت بتتكلم بسرعة بس الكلام ما شاء الله هو اصلا كثير. بس تعال نشوف انه انا كيف اتكلمته وكيف اتحدثته بسرعة عشان تعرف العملية بشكل يعني متقن ودقيق. انا قلت today I'm gonna speak with you about something very important for many people who want to speak English language fluently because there are a lot of students who face serious problems when they speak English language. So let me show you the best way how to speak English language fast. أعرف إنك تقول سريع يا أستاذ مراد. نعم سريع وأنت إن شاء الله ستصل لهذه المرحلة. اللي يقول لا مستحيل أنا صعب، إذا أنت خليت على نفسك مستحيلة فهي مستحيلة. إذا أنت تقول أنا أستطيع أنا والله أؤكد لك إنك تستطيع. العملية إنك تحتاج إنك تتكون تتدرب من subject verb object اتقنها ثم اربطها مع جملة ثانية ولا تستعجل.
كون جملة واربط، كون جملة حتى لو عملتها مئات المرات حتى تتقنها. واحد يقول يعني معليش يعني اعطينا معليش اعطينا شوية جمل. I don't like London because it is expensive، لأنها غالية. So لذلك I will not go there، سوف لن أذهب هناك. But ولكن شوف أنا بربط جمل أهو، أنا بربط جمل. But some of my friends، بعض من أصدقائي who live، الذين يعيشون there هناك يعني in London، told me that، أخبروني إنه London is very beautiful، لندن جميلة جدا. شوف 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 أنت ها هتبدأ يعني تتدرب على الموضوع. اكتب جملة، اربطها بجملة، ستجد نفسك بتربط جمل وجمل. أحدهم كأني أسمع أحدهم يقول يصد مرة معلش الله يخليك كون لنا جمل أكثر عشان أنت معانا بنتشجع معك. تعال نشوف كذا جملة الله يستر ألف من عقلي أي كلام. واحد يقول مثلا some of my friends، بعض من أصدقائي، هذا subject، بعض من أصدقائي تمام، don't like to watch، لا يحبون أن يشاهدون مثلا scary movies، أفلام رعب. ليش؟ because، لأنهم they يعني الأفلام، because they are they are bad for their children، سيئة لأطفالهم. So لذلك they هم don't watch them، لا يشاهدون من الأفلام. But ولكن they يعني هذا عائلة أصدقائي، but they لا but they're مثلا friends، لكن أصدقائهم who live with them، الذين يعيشون معهم in the same house، في نفس البيت، watch American movies، يشاهدون هذه الأفلام. وهذا الحال اربط انت، كون جملة ثم اربط جملة ثم اربط جملة لحد ما تشعر انك انت متقن لها، ثم ستوصل الى مرحلة السرعة اللي يقول يا استاذ مراد انت بتتكلم بسرعة، انت مش حاسس بنفسك ولا ايه؟ لا انا حاسس بنفسي. اسمع مني، انت اول شيء كون جملة واربطها، هذه اول خطوة، اتفقنا؟ حبة حبة. الذي يقول انت بتاخذنا بسرعة كده ليه؟ انا مش هاخذك بسرعة، انا اخذ معك حبة حبة. أول خطوة اتفقنا، تكون جملة، تتقن تكوين الجمل ثم اربطها مع جملة أخرى حتى تتقنها. They visited London because it is beautiful، أو عبد الرحمن will go to مثلا Paris to buy because، لأنه he wants to buy، يريد أن يشتري new clothes، ملابس جديدة. كون جمل حتى توصل إلى المئات، جملة واربطها، جملة واربطها، اتفقنا؟ لا تستعجل، يعني لا تحاول أن تكون نتائجك سريعة بسرعة، يلا أنا لي يا أستاذ مراد 3-4 أيام وأنا بكون جمل، ما وصلتش لمرحلتك يا رجل، 3-4 أيام وحاب تتكلم الموضوع بطلاقة وبسرعة، طبعاً لا، لا تستعجل. عملية، العملية بسيطة، العملية تحتاج أنك تتقن، هذه المرحلة الأولى، تكون جملة ثم تربطها. ثم المرحلة الثانية كون اربط جملة بجملة بجملة، يعني ثلاث جمل، بعد لا تستعجل، ثم اتقن كيف تربط 4-5 جمل مع بعض، ولا تحاول أن تقول لنفسك بس أنا أشعر أن أنا بطيء. كلنا، كل الطلاب، كل إنسان درس اللغة الإنجليزية صدقني لا يكذب عليك أحد ويخبرك أنه من أول يوم كان يعني بلبل في اللغة الإنجليزية، يعني يكذب عليه. كل الناس تحدثوا بهذا الشكل. I will not go to school because I am very sick today، لأني مريض جدا اليوم. So لذلك I need، أنا أحتاج to go to the doctor، أنا أذهب إلى الدكتور because فهمتني؟ ثم بعد كذا تجد الشخص يتحدث بشكل أسرع فأسرع فأسرع. وبعدين بصراحة اللي يسرع لك العملية كل ما يكون معك ناس أجانب بتطبق معهم اللغة الإنجليزية، فتشوف نفسك وأنت بتدلي برأيك أو يعني تشرح قصة معينة حصلت لك، فتقول لهم والله عندما أنا سافرت إلى ماليزيا أو تايلاند أو القاهرة وقابلت بعض الأصدقاء اللي يعيشوا هناك وعزموني على أو يعني دعوني على غدا. شوف نفسك إنك بتربط الكلام بدون ما تشعر،
فتقول ايش؟ Well, I remember when I visited my friends in Cairo في القاهرة 3 years ago when I was with my family عندما كنت أنا مع عائلتي. It was كان هذا الشيء in December في شهر ديسمبر ل 1998 عام 1998 وتحاول إنك تربط ببات because بسو. أنا مش حاب أطول المقطع أكثر من كذا، أنا حاب إنك أنت تأخذ الموضوع ببساطة وبتفاؤل وتحاول إنك أنت تكتب هذا الكلام. وعلى فكرة يعني الفكرة حلوة إنك لو تبدأ تكتبها، يعني هتقول يا أستاذ مرات أنت تطلب مني الكتابة أنا أتضايق، لأنه الكتابة أنا السبيلنج عندي حبيبي اكتب حتى لو السبيلنج عندك ضعيف. لا 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 صدقني اسمع من كلامي، اسمع مني اكتب الجملة حتى لو السبيلنج عندك يعني تنقص حروف كثيرة أو تحس إنك أنت كارثي في كتابتك اكتب لا يهمك، لأنه أنت عندما حتكتب ستمرس عقلك إنه يكون جمل ويربطها. بعد كذا إذا ما مش حاب تكتب لا تكتب، هتشوف نفسك إنك أنت بدأت تتحدث بشكل أسرع، لأنه الكتابة يعني بتنزل المشاكل اللي في 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 عقلك على الدفتر. هتشوف مشكلتك بعينك وانت بتكتب الجملة، بتشوف نفسك انك انت لم تكتب السابجكت او نسيت الاوبجكت او نسيت اداة الربط، هتعرف مشكلتك، هتبدأ تتمرس وتعدي ان شاء الله المرحلة. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا درس اليوم، لانه لن تجدوه في اليوتيوب حقيقة، فاسمع الدرس هذا ولا مانع انك انت تعيد المقطع مرة ومرتين وثلاثة. انا خليني نسمع صوتي كل ست مرات لو سمحت، كمان اعطينا شوية امثلة عشان يعني نتدرب اكثر. اخر مثال حاعطيك اياه، تعال نشوف كذا احدهم يقول نستخدمه او ذات او شو معناته الذي، احدهم يقول مثلا the doctor الدكتور هو الذي مثلا helped me ساعدني when عندما I was in the street عندما كنت انا في الشارع او in the hospital في المستشفى told me that أخبرني أو asked me طلب مني أو told me that أخبرني إنه he needs هو يحتاج my mobile number رقم جوالي to call me حتى يتصل بي وهكذا. أنت ستجد إنه بتشوف نفسك إنك أنت بتدخل في قصة لو هي حقيقية، طبعا عشان بتكلم على قصة من تأليفي فمش حقيقية فمش عارف كيف أكملها، لكن لو حقيقي أنا ممكن أكلمك عن موضوع إن أنا أمس ذهبت أنا وعائلتي وأصدقائي ولعبنا كرة قدم عندما يعني انتهينا من عملنا ثم ذهبنا. فأنت تدرب على الموضوع ومش حاب أطول مقطع أكثر من كذا. إذا حابين إن أنتوا يعني تأخذوا يعني موضوع أطول على الموضوع هذا أنا مستعد، اكتبوا في التعليقات وإن شاء الله خير. لا تنسوا الاشتراك وتشيروا مع زملائكم يستفيدوا منه. Thank you very much for watching this video. Next time I'm gonna show you a lesson about how to speak English fast much better than now. And see you today and see you tomorrow. Sorry. Goodbye. مع السلامة.